أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، أسعد الله صباحكم. نلتقي اليوم معكم بندوة حول حل الاختبار الرابع في كتاب الجزء الثاني، وحل بعض الأسئلة في نماذج اختبار قدمت من قبل وزارة التربية سابقا. ونرحب بضيوف الندوة، الأستاذ عصام علي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أستاذ محمد بكور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي، نرجو منكم التواصل وإغناء هذه الندوة بأسئلتكم على أرقام الهاتف التي سوف تظهر بأسفل الشاشة، وسوف نحاول الإجابة على كثير من الأسئلة التي وردتنا حول الاختبارات، الاختبار الذي ستقدمونه في المرحلة القادمة، مدى سهولته، مدى صعوبته، كيفية اختيار الاختيار للأسئلة الاختيارية وما شابه. فالأستاذ عصام، هلا النموذج الذي يقدم للاختبار القادم للطلاب الثالث الثانوي، فيك تحدثنا عنه كهيكل؟ طبعا تم تعديل الاختبار في هذا العام للضرورات التي نعرفها جميعا، فأصبح السؤال الأول يحوي اختياري أجب عن سؤالين من الأسئلة الثلاثة الآتية، فيختار الطالب سؤالين من الأسئلة الثلاثة. غالبا سوف تكون هذه الأسئلة من كتاب، يختار منها سؤالين. السؤال الثاني أيضا اختياري، يختار الطالب سؤالين من ثلاثة تكون غالبا من الكتاب الثاني، فيختار منها سؤالين. ومن ثم يأتي سؤال إجباري حل التمارين الثلاثة، السؤال الأول ب80 علامة والثاني والثالث ب70 علامة، يكون تكون متنوعة. نعم، من تمارين من الكتابين. نعم، ممكن تكون مدمجة كمان. نعم، يمكن أن يكون دمج لدينا بين فكرتين كما ذكر لدينا أستاذ مديان، أنها تكون فكرة من الكتاب الأول مع فكرة من الكتاب الثاني أو منعزلة. وفي السؤال الأخير حل المسألتين الآتيتين. المسألتين الآتيتين هما مسألتا 100 علامة، وكل مسألة من كتاب، تكون مسألة من الكتاب الأول ومسألة من الكتاب الثاني. هنا بعض الأساتذة يقولوا أن هذه المسألة سوف تكون لوغاريتمي، ليس بالضرورة أن تكون المسألة لوغاريتمي، يمكن أن تكون أي مسألة من الكتاب. يعني لا يكون ملزم لدينا أن المسألة إما أن تكون أسي أو لوغاريتمي. تمام. وغالبا ايضا من الكتاب الثاني ان تكون المساله هي مساله هندسه، اي مساله من الكتاب ممكن ان تكون. تمام. هلا فكره انه من هي المساله التي سوف تطرح، لدينا كثير من المسائل في كل الوحدات، وبالتالي ممكن نطرح اي مساله او تركب مساله من جميع الوحدات، فلذلك ليس بالضروره ان تكون المساله هي مثلا مساله التابع اللوغاريتمي او تتعلق بالتابع اللوغاريتمي حصرا، المهم ان تكون تحمل مهارات كل ما تعلمه الطالب في كتاب الجزء الأول وكل ما تعلمه تقريبا في كتاب الجزء الثاني، بحيث نوازن جميع الأسئلة والتمارين. نعم. أنه تقريبا معظم مهارات الكتابين تأتي في هذا النموذج. طبعا أستاذ مدين، اختبارات الكتاب لم تبنى على هذا الشكل، وإنما بنيت على أساس أن تختبر الطالب في الكتاب وليس مثل النموذج النهائي. تمام. أستاذ محمد، فيك تنصحنا طلابنا كيفية اختيار سؤالين من سؤال بين السؤال الأول؟ تمام، بإذن الله. هلا أول شيء بالنسبة إلى الأسئلة الاختيارية اللي هن سؤالين، هاي رح يساعد الطالب كتير. السبب في بعض الطلاب ممكن تكون عنده مهارة عقلية كتير قوية في الجبر أقل منا بالتحليل أو بالهندسة، فبيكون عنده الخيار كتير قوي بالنسبة له. هلا بالنسبة للطالب يفضل إنه يقرأ الأسئلة، السؤال الذي يستطيع الإجابة ومباشرة عليه وخاطر لذهنه مباشرة يدونه. تمام. مباشرة، أنا قرأت السؤال، هذا السؤال أنا حليته أكثر من مرة، بعرفه بحذافيره، فمباشرة بدونه. بقرأ السؤال الثاني، صار في عندي تردد، ففي عندي الخيار الثالث، بقرأ السؤال الثالث وبشوفه، فبصير عندي مفاضلة عقلية بيناتهم، أيهما أقرب إلى ذهني، أكثر روعة وبعرف بتحرك فيه أكثر، يفضل أنه ينكتب مباشرة. تمام. فهيك بيكون الطالب ضمن العلامة 100%، وهي السنة كتير جميل فكرة الاختياري بالنسبة للطالب، بيريحه شوي. تمام. في عنا اتصال من بسمة.
بنتي بسمة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا بسمة، تفضل. الله عافيكي، تفضلي. استاذ بسمة، سؤال بالجزء الثاني صفحة 97. جزء ثاني صفحة 97. صفحة 97، شو هو السؤال، شو رقمه؟ المسألة التاسعة، الطلب الخامس. المسألة 9، الطلب الثاني. طيب بسمة. نعم. طلعتي على بناء النموذج الاختباري لكم اللي سوف تقدموني؟ ايه طلعت عليه. شو رايك فيه هلا؟ هلا عجبني كثير، يعني هلا هو مليح، يعني انه مراعي وضعنا. مراعي للوضع، تمام. ودراستك كيف بالرياضيات؟ تمام الحمد لله. تمام، يعني انت بتتوقع ان تكون علامتك عالية؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله يا رب يا بسمة. فينا اسعدني ننتقل قبل ما نحل هاي المسألة رقم 9 الطلب الثاني، حاليا نبدأ بالاختبار كما الاختبار الرابع. السؤال الأول. نعم، في السؤال الأول هو سؤال يتضمن مهارة بسيطة للطالب، وهي قراءة الرسوم البيانية. لدينا الخط البياني للتابع F المسمى BC، كما نلاحظ في الشكل المرسوم جانبا، ويقول لي من خلال قراءة بيانية للشكل أجب عن الأسئلة التالية: ما معادلة المستقيم المقارب لخط C؟ نلاحظ هنا أن الخط البياني يملك مقارب في جوار الزائد ما لا نهاية، ونلاحظ هنا أن المحور OX كما في الشكل، وهنا المستقيم الأفقي معادلته Y يساوي ناقص 1، أي أن المستقيم الأفقي معادلته من شكل Y يساوي A، وهنا نلاحظ أن هذه النقاط لها نفس الترتيب ناقص 1، لذلك يكون المقارب هو Y يساوي ناقص 1. هنا أحيانا يستغرب الطالب، هل الإجابة فقط Y يساوي ناقص 1؟ نعم، لأن السؤال ما معادلة المستقيم. هذا السؤال يكون بسيط واختبار سريع لمهارات الكتاب. ما الوضع النسبي للخط البياني لخط سي مع هذا المقارب؟ كما نلاحظ أيضا أن من الشكل، ملاحظة فقط، أنه هو سوف يعتمد على الشكل المباشر، يعني ما يخمن أنه كيف سلوك التابع سلوك الخط البياني لاحقا، السلوك كما هو ظاهر على الرسم. نعم. تمام، يعني ما أول أي تأويل طالبنا كما هو على الرسم تماما. وهذا شيء واضح أن المقارب واي يساوي ناقص واحد من الشكل، أي المستقيم واي يساوي ناقص واحد مرسوم أيضا بجانب الخط البياني. ما الوضع النسبي للخط البياني مع المقارب؟ وهذا شيء واضح أيضا، فنلاحظ هنا أن الخط البياني يقع فوق المقارب بين أو على المجال ناقص واحد زائد لا نهاية، ويقع تحت المقارب في المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد، أي يقول الطالب على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد يكون سي تحت دلتا، وعلى المجال ناقص واحد لا نهاية يكون سي فوق دلتا، وعند الناقص واحد يوجد نقطة تقاطع. أو النقطة ناقص واحد ناقص واحد هي نقطة تقاطع. نعم. نقطة مجتمع. يقبل F قيما حدية محليا، عينها وعين نوعها. نلاحظ أن الخط البياني لديه قيمة كبرى محليا هي F الصفر ويساوي الصفر، إذن هي قيمة كبرى محليا F الصفر يساوي صفر. فتعيين النوع هنا أن نقول قيمة كبرى محليا. نلاحظ هنا لم يقل علل، فلا داعي للتعليل. أما لو كان السؤال علل الإجابة، عندئذ نختار مجال مفتوح، وهنا نشدد على أن المجال بشرط التعريف أن يكون مجال مفتوح، أي مثلا نختار المجال الذي يحقق أن تكون هذه القيمة كبرى محليا. فيتساءل الطالب، هل يوجد مجال واحد فقط يحقق هذه القيمة، بل يوجد عدد كبير جدا من المجالات؟ نختار مجال واضح وسهل، لدينا ناقص واحد واحد، فنقول على المجال ناقص واحد واحد المفتوح الذي يحوي الصفر، نلاحظ أن F الصفر يساوي صفر أكبر أو يساوي Fx أيا كانت X من المجال ناقص واحد واحد. في الطلب الأخير من هذا السؤال، في حالة K عدد حقيقي، عين بدلالة K عدد حلول المعادلة. هنا المعادلة Fx يساوي K. نعم. إذن Fx يساوي K. عندئذ
هنا نشدد على الطالب على فكرة مهمة، أن إف تعني الارتفاع على الرسم. عند قراءة الرسم نقول أن إف هي ارتفاع النقطة، التراتيب طبعا، ولكن لكي يسهل على الطالب قراءة الخط البياني نقول أن ارتفاع النقطة هو إف. فكأنه يقول لي في هذا السؤال إف إكس يساوي كي، أي النقاط التي ارتفاعها كي، هل يوجد نقاط ارتفاعها كي؟ هنا كي عدد حقيقي متغير يقع بين النقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، فنختار قيما له. فإذا كان مثلا بين الناقص ما لا نهاية والصفر نلاحظ أنه يوجد نقطة واحدة فقط ارتفاعها كي، كما نلاحظ في الشكل، وبالتالي يوجد حل وحيد. عند الناقص واحد أيضا هنا نلاحظ أن كي أو اف اكس يساوي كي لها حل وحيد، وفي المجال المفتوح من الناقص واحد إلى الصفر يوجد حلان كما نرى. نختار قيمة عشوائية لكي هنا مثلا فنجد أنها تحوي نقطتين، وهنا يوجد أسلوب آخر للفهم، أن نقول أن المستقيم الأفقي يقطع الخط البياني بنقطتين، أي يوجد نقطتين ارتفاعهما كي، وأيضا عندما تكون X تساوي صفر يوجد نقطة واحدة أي يوجد حل وحيد وهو الصفر، F الصفر يساوي صفر. أما إذا كانت كي بين الصفر والزائد ما لا نهاية مجال مفتوح فلا يوجد أي حل. هنا بعض الطلاب يخطئ فيقول أنه يجب أن يعلل بأن يقول مستمر ومتزايد أو متناقص تماما، لا داعي، فقط أن يذكر الحلول من خلال الرسم. السؤال كثير واضح، عين بدلالة كي عدد حلول بدون عدد حلول المعادلة. تمام، تقاطع المستقيم الأفقي. هلا المهارة الأساسية يتعلمها من صف، خلينا نقول الثامن أو السابع، الحلول المشتركة عن طريق التقاطع بين المستقيم أفقي والمنحني، وبالتالي بيقدر يعين الحلول، عدد الحلول بما أنه فقط عدد الحلول وهي عدد نقاط التقاطع. هلا وجود المقارب قد يكون في صعوبة، ولكن طالبنا يتوقع أنه انتبه لهذا الموضوع. في عنا اتصال من ريم، بنت ريم. ألو. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، هلا يا ريم، تفضلي. هلا بس مشان السؤال تبع انه نرسم من الجدول ومنه بنطلع، ممكن ما انه بضل اختياري كمان؟ ايه فهمت عليك، انه سؤال انه اذا في عندي جدول كيف ارسم من هذا الجدول، اجد قيم مثل الحدية، اجد المقاربات. هذا السؤال في الاختبارات. تمام، هل سؤال هذا اختياري؟ نعم، في هذه الحالة نعم اختياري، احد الاسئلة الاختيارية هو بالاصل كان. تمام؟ ايه تمام. بعد في عندي أي سؤال؟ إيه هلا بالجزء الأول، بالكتاب الأول. نعم. بالجزء الأول. نعم. إيه التمرين صفحة 18. صفحة 18. صفحة 71 18. صفحة 71. الطلب الثاني. 18. إيه. الطلب. الثاني. نعم. إيه الأول بس هيك. تكرم يا هلا يا ريم. كنت الأول. تمام. هلا بنحاول نرجع له لهذا الموضوع، بنحاول نرجع للمسألة رقم 9 الطلب الثاني بصفحة 97، وبنحاول نرجع كمان للطلب 18 الطلب الثاني بصفحة 71. فينا نحل السؤال الثاني أستاذ محمد؟ السؤال الثاني إذا منتابع. نعم، ناخذه بس على الكمبيوتر. ثاني نعم، عم يقول لي لتكن المجموعة S عن طريق الكمبيوتر بحياتي، لتكن مجموعة S نعم. اللي هي 2 3 5 6 7 9، إذا مؤلفة من 6 أرقام، ما عدد الأعداد المكونة من 3 خانات مختلفة مثنى مثنى وأرقامها مأخوذة من S؟ نعم. هلا هون فكرة الخانات مفهوم تراتيب بدي أتحرك فيه. هلا طالما عندك 3 خانات معناته عندك الأرقام بدك تشكلها، عندك أحد وعندك عشرات وعندك مئات، نكتب على نعم. فالمجموعة S هي عبارة عن 2 3 6 7 وهي 9. هو بده عدد الأعداد المؤلفة من 3 خانات. أنا عندي 3 خانات، عندي آحاد وعندي عشرات وعندي مئات. هلأ من هدول الأرقام اختيار الآحاد بكم طريقة؟ قال الطالب بيقول لك فيني أعد 9، رقم آحاد وتسعة، أو 7 أو 6 أو 3 أو الاثنين، معناته اختيار الآحاد، إذا هون عدد الطرق يتم.
اختيار الآحاد يتم عندي بخمس طرق. نعم. ضرب، هي الآحاد. المبدأ الأساسي ده. المبدأ الأساسي. نعم. عندي هلا اخترت الآحاد العشرات، بدي انتبه انه انا الرقم اللي اخترته ما لازم اختاره مرة ثانية. معناته انا فرضا نفرض جدلا انه التسعة اخترته بالآحاد، فمستحيل شوفه بالعشرات، معناته عندي اربع خيارات، عندي اياهم هن كأنه مقصرين رقم 2 3 وفي الخمسة. هو سؤال رئيسي الخمسة. تمام، معناته هيك تمام. هلا اللي اخترته بالآحاد مستحيل شوفه، معناته هن عددهم 1 2 3 4 5 6، اذا هون 6. اللي اخترته بالآحاد ما راح شوفه، معناته ضل عندي خمسة أرقام، هدول العشرات. نعم. المئات أنا خسرت واحد بالآحاد ثبتته وثبتت واحد عشرات، فالمئات راح يكون عندي بأربع طرق. في طالب بيسأل ممكن أستاذ بلش من المئات؟ ما عندنا إشكالية بالموضوع. هون الخوف دوما إذا كان عندي الرقم صفر. تمام. موجود الصفر بيعمل لي شوي خوف من المئات، ممكن لأنه مرتبة الصفر في الخانة اليسرى أقصر يسار ما بتعتبر، فهون بدك تدير بالك إذا كان عندي بين الأرقام، إذا كان بين الأعداد، بين الأعداد الموجودة صفر. تمام. هلا هون مباشرة 30-120 طريقة. بس ملاحظة إنه الاختيار ممكن يبلش من العشرات أو الآحاد أو المئات كما يريد، المهم تشكيل تمام. رقم يناسب تمام. طلب المسألة، أرقامه مختلفة من أي مكان، لكن في بعض الأحيان يكون يفضل الانتقال أو البدء من خانة محددة، مثل إذا كان طالب مني على الأعداد الزوجية فمن الحكمة أن أبدأ من الآحاد. تمام. فدوما الطالب يمسك الشرط ويلقط منه وينطلق منه. طيب. هاي من الحكمة. قبل ما نحل الجزء الثاني بدنا ناخذ اتصال من يارا. بنتي يارا تفضلي. صباح الخير. اهلين عليك بنتي تفضلي. كيفك استاذ؟ اهلين بنتي. بس عندي سؤال بالجزء الاول، دراسه تابع مثلثي. دراسه تابع هذا نشاط. هلا ممكن هذا كتابع يجينا دراسه سؤال تابع دراسه مقاربات دراسه نظاميه له مع رسم. تمام. هلا دراسه تابع المثلثي في عندي نوعين، في المثال اللي ظهر بوجود مقارب تبع الاكس زائد ساين الاكس او ناقص ساين الاكس اتوقع. في عنا انه دراسه في عنا هدول اجت في له مقاربات، فيعني هو الاكس ساين الاكس عم بالي اجى بالكتاب. هي كدراسه، ولكن بالعاده اسئلتنا ثلاثه مدرجه بنتي، وبالتالي راح نطلب مثلا اذا في مقارب نهايته قد ايه تساوي نهايته، لماذا نهايته مثلا زائد نهايه، هل له مقارب او ليس له مقارب. ملاحظه هنا انه فكره المقارب خلينا نقول في اللي في جيب في ساين او كوساين، المقاربه في مساله تتعدى مهارات طالبنا، فلذلك لا اتوقع ان يكون في عندي مقارب بشكل عام بتوابع الساين والكوساين كتوابع مائلي كما مقارب مائل، ولكن السلوك كان فقط لتعليل لماذا نهايته زائد نهايه مع انه هو يتقدم ويتراجع بسبب وجود الساين. تمام. ولكن باقي الطلبات ممكن مثلا انه يدرس على دور بين انه تابع دوري تبين تابع دوري زوجي فردي، ندرس على مجال انه يساوي الدور او نصف الدور حسب الطلب، وتمديد دراسته على باقي المجالات، هذا ممكن. وفي اكثر من تمرين على هذه الفكره. هلا كيف احنا نعرف انت الساين بيكون موجب وانت الكوساين بيكون سالب؟ أيوه. ما في انه قاعده له؟ لا، هلا القاعده موجوده للساين والكوساين. فينا نوضحها استاذ عصام؟ طبعا في عندك بعد شيء سؤال يا رقم ما انتقل. شكرا استاذ. اهلا يا يارا. اولا نرسم الدائره المثلثيه. نعم. ونرسم محوري احداثيات. فهنا يوجد ثلاثة أو أربعة أرباع للدائرة، نبدأ بالترقيم هنا من الصفر، الزاوية صفر بي على اثنين، وهنا بي ثلاثة بي على اثنين أو نقول ناقص بي على اثنين، وهنا اثنين بي. إذا بالقراءة الموجبة أن هذا أو هذه الدائرة موجهة بالاتجاه المباشر أي بعكس عقارب الساعة، فتكون 0 بي على 2 بي 3 بي على 2 2 بي. أما في الاتجاه السالب كما نرى 0 ناقص بي على 2 ناقص بي ناقص 3 بي على 2 وناقص 2 بي. يمكن أن يقول هنا الطالب أن كل
النسب المثلثية في الربع الأول تكون موجبة، أما في الربع الثاني فيكون فقط الساين هو الموجب، وفي وهذا واضح لأن هنا هذا محور الكوساين وهذا محور الساين، فنلاحظ أن النقطة هنا في هذا الربع تكون لها كوساين موجب وساين موجب، أما في هذا الربع فنلاحظ أن ساين موجب والكوساين سالب، أما في الربع الثالث فتكون التنجانت فقط موجب، لأن في هذه النقطة هنا نلاحظ أن الكوساين سالب والساين سالب، أما سالب على سالب فهو موجب أي أن التنجانت هو موجب، وفي الربع الأخير الرابع نلاحظ أن الكوساين هو الموجب، لأن أي نقطة من هذا الشكل نلاحظ أن الكوساين لها موجب والساين لها سالب، فيمكن دراسة إشارة أي تابع على مثلثي من الشكل البسيط ساين إكس أو كوساين إكس على الدائرة المثلثية، فنقول أن ساين إكس تابع دوري فيمكن دراسته على دور واحد من الصفر إلى 2 بي، ونقول أن من الصفر للبي هو موجب ومن الصفر للبي ل 2 بي سالب. هلق بنا فقط لأنه هي واضح طلبها، الفكرة فيها أنه عند دراسة وضع نسبي لساين إكس على إكس بأحد التمارين فلاحظوا أنه في بعض الصعوبة أنه راح نجزئه جزئين حسب إكس، إذا إكس سالب وإكس موجبي، وندرس على الدور باتجاه الموجب لحال والدور السالب باتجاه لحال، فلذلك هي هون كانت الصعوبة، فينا نجزو على جزئين وفينا كان حسب نعمل جدول التغيرات وتاخذوا على منطقة وتعمم، تمام، لأنه السؤال هو على كان سؤاله أنه في نشاط عن دراسة التابع المثلثي، فممكن يأتي أنه مقارب من ضمنه أم لا حسب السؤال، في أسئلة تملك مقارب في أسئلة، فمثل التمرين الثلاثة اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، نعم، هذا التمرين يملك مقارب، أما التمرين النشاط لا يملك مقارب. تمام، هلا مثلا مثل ساين إكس على أو إكس زائد ساين إكس على إكس ما راح يطلع، ما في عندي مقاربات أفقية مثلا 2 إكس زائد 1 زائد ساين إكس على إكس كمان راح يطلع معي مقارب مائل، لكن فكرة الوضع النسبي عاد انه دراسة اشارة ساين اكس على اكس هي اللي كانت يمكن مربكة لطلابنا. في هلا بنرجع بنشوفه، كان اتصال من آية. اهلين، الله يعافيك يا آية، تفضلي. استاذ من بعد اذنك اذا في مجال تحلل المسألة 31 عامة صفحة 179 باللوغاريتمي. صفحة 179 بأي جزء؟ باللوغاريتمي. التابع اللوغاريتمي. مسألة 31. اللوغاريتمي. تكرمي، هلا نشوف شو في عندنا وقت، تكرم عيونكم. فكره ساين اكس على اكس هي اللي عاده دراسه اشارتها هي المشكله بتمرين، عندنا اكثر من تمرين بهذا الموضوع، خلينا ناخذه. لو سمحت لي ان اذكر مثال ابسط اولا ومن بعدها ناتي لهذا المثال، فنقول لو كان لدينا اف اكس يساوي اكس زائد اثنان زائد ساين x على x. نعم، هنا في عندي مقارب مائل في جوار الزائد، يعني بالسهولة يجد أن y يساوي x هو مقارب مائل عند الزائد النهائي والناقص النهائي. فدراسة الوضع النسبي نوجد الفرق fx ناقص y دلتا أي يصبح الجواب 2 زائد sin x على x. هنا لا داعي لأن نميز حالات، والسبب أن المقام معروف الإشارة فهو على يمين الصفر موجب وعلى يسار الصفر سالب، أما البسط نعلم أن الساين محصور أو محدود يقع بين الواحد والناقص واحد، ونضيف العدد اثنان فنصبح أمام الحالة واحد اثنان زائد ساين إكس أصغر يساوي ثلاثة، فنلاحظ أن البسط هو موجب تماما، أي أن البسط موجب تماما في الإشارة من إشارة المقام، وبسهولة نجد أن x f x وهنا ناقص y دلتا، نلاحظ ان الاشاره من اشاره المقام، والمقامين عندما عند الصفر نحذف الصفر، يمين يوافق ويسار يخالف، فتصبح اذا البسط موجب كما نرى، البسط موجب، المقام يمين يوافق يسار يخالف، فتكون الحاله c هنا c فوق دلتا وسي تحت دلتا، وبالتالي نكون قد درسنا دراسة الإشارة أي الوضع النسبي.
هذا مثال أبسط من المثال الموجود في الكتاب. نعود إلى مثال الكتاب. fx يساوي x زائد sin x على x. هنا يقول أثبت أن y يساوي x مقارب. أولا لإثبات أن y يساوي x مقارب يجب أن نوجد نهاية الفرق. ونلاحظ هنا أن الفرق fx ناقص y دلتا يساوي sin x على x، ونعلم أن sin x يقع بين الواحد والناقص واحد. نقسم على x فنميز حالتين هنا، لأنه عند القسمة على x وx موجبة نترك إشارة التراجح ذاتها، فتصبح ناقص واحد على x أصغر يساوي sin x على x، وأصغر يساوي واحد على x. نلاحظ أن الطرفين ينتهوا إلى الصفر عندما تكون x تصل إلى اللانهاية، فتصبح نهاية الفرق أي نهاية fx بحسب برهنة الإحاطة ناقص y دلتا عندما x تصل إلى اللانهاية يساوي الصفر. وأيضا في الحالة الثانية ننتقل مباشرة ما تماما، إذا نذكر بشكل سريع، إذا كانت x تصل صفر نغير إشارة التراجح وتصبح نهاية الفرق كمان صفر. نأتي الآن إلى الوضع النسبي. إذا الفرق fx ناقص y دلتا هو sin x على x. أولا يقول الطالب أن المقام معروف الإشارة، فهو على يمين الصفر موجب وعلى يسار الصفر سالب. أما البسط أحبائي فهو تابع دوري، دوره 2b، ولكن بما أن المقام يتغير بين السالب والموجب يجب أن ندرس البسط على دور موجب أولا ودور سالب. فنختار الجدول بالشكل الآتي: x تتغير من 0 إلى 2b ومن 0 إلى ناقص 2b. إذا اخترنا دور يساري من ناقص 2b إلى 0، نعم. ودور يميني من 0 إلى 2b. الدور اليميني الـ x موجب فيه، ودور يساري الـ x سالبي. نعم. إذا أولا سوف ندرس إشارة ساين ومن ثم إشارة الـ x. نلاحظ أن الساين ينعدم عند صفر، وينعدم عند الاثنان بي، وينعدم عند الناقص اثنان بي، وينعدم أيضا عند البي، وينعدم أيضا عند الناقص بي. هنا في الدائرة المثلثية كما ذكرنا منذ قليل نلاحظ أن من صفر إلى بي المقدار الساين هو موجب. هنا قلنا الكل موجب وهنا الساين موجب، فيكون الإشارة فتكون الإشارة هنا موجبة، ومن بي إلى إسلام بي الإشارة سالبة، من بي إلى إسلام بي سالبة. نعم. أما في الاتجاه المعاكس نلاحظ أن من ناقص، إذا هون ناقص 2 بي نكتبه هون ناقص بي، والاتجاه الموجب كما ذكرنا بهذا الشكل، فنلاحظ أن من ناقص 2 بي إلى الناقص بي في الاتجاه الموجب هو موجب وهنا سالب. أما في حالة الإكس نلاحظ أنها لا تنعدم عند الصفر، ويكون يمين يوافق يسار يخالف. نأتي إلى القسمة، فهنا ساين إكس على إكس. نلاحظ أنها انعدمت عند ناقص 2 بي والناقص بي، وهنا غير معرف وهنا صفر وهنا صفر. قسمة إشارات سالب على موجب سالب موجب موجب سالب، فنقول أن C نقول أن C تحت دلتا بين الناقص 2 بي والناقص بي، وأيضا C فوق دلتا بين الناقص بي وصفر، وعند الصفر غير معرف، ومن صفر إلى بي نلاحظ أنه أيضا فوق دلتا، ومن فوق بي دلتا نعم، ومن بي إلى 2 بي أيضا سي تحت دلتا. دلتا. هذا لا يكفي، وإنما يجب أن نعمم عن أي نضيف 2 بي كي إلى الجهة اليمينية،
وناصني بك الى الجهه اليساريه لكي نكون قد درسنا المقدار على ار، ولكن يمكن اذا هنا تكمله الحل بالتعميم باضافه 2 بك، ولكن اختصارا للحل سوف نقف هنا ونقول ممكن ان يكون السؤال في الكتاب اثبت انه مقارب مائل، ومن ثم ادرس الوضع النسبي على المجال 0.2 بي او على المجال ناقص 2 بي او على ار كما هو مذكور في الكتاب. تمام، اذا ممكن كمان على من صفر للزائد لنهايه فقط، يعني اللي بيعرفوا على هذا في يعمل بالاتجاه المعاكس فيه يشتغل مباشره ويعرف كيفيه الوضع النسبي. استاذ محمد فينا نكمل السؤال رقم 2. نرجع للطلب الثاني كان من مسالتنا. نعم. الطلب الثاني عم يقول لي ما عدد الأعداد المؤلفة من ثلاثة خانات مختلفة وأرقامها مأخوذة من S وكل عدد منها من مضاعفات العدد 5 وأصغر من 500. معناته هون حط لي شروط، بدي شكل أعداد مؤلفة من ثلاث خانات، بدي أخذ الأعداد من S إجباري من مجموعة S اللي عندي إياها، وهذه الأعداد تتميز بأنها من مضاعفات الخمسة وأنها أصغر من 500. فألاحظ حط لي شروط، أتقيد بالشروط. من مضاعفات الخمسة، متى نقول عن عدد أنه من مضاعفات الخمسة؟ إذا كان الآحاد خمسة أو صفر. نعم. الصفر غير موجود، معناته عندي الخمسة هون إجباري. تمام. جلوس الخمسة إجباري. هلأ نجي على الشرط الثاني، أصغر من 500، معناته الرقم اللي هون بدي يطلع معي لازم يكون أصغر من 500، معناته جلوس السبعة ممنوع وجلوس التسعة ممنوع. هلا على ضوء هذين الشرطين فينا نحط، معناته عدد الطرق بيكون اختيار الآحاد بدي الخمسة إجباري، معناته هي طريقة واحدة ضرب. مباشرة منروح للمئات لنناقش الوضع بالمئات. اختيار المئات قال السبعة ما فيني أخذها. أستاذ محمد عم تنطلق من الشروط حضرتك. من الشروط. نعم. تمام. نعم. الشروط هي بتساعدني أفضل بالتحرك فيها. هلا لاحظ العشرات ما أي إشكال بالموضوع، لأنه الرقم المشكلة الرقم اللي عندي الشروط عم تكون على الآحاد وعلى المئات، فالعشرات ما في إشكال فيه، فبخليه لآخر شيء، هي من الحكمة. نجي لعند المئات، قال المئات بكم طريقة فيني أقعد هون بالمئات؟ السبعة ممنوع لأنه بتصير فوق الخمسمية، التسعة ممنوع بتصير فوق الخمسمية، معناته ما ضل عندي غير أنه أختار إما الرقم 2 أو الرقم 3، هدون فيني أقعدهم هون. إذا السبعة والتسعة والستة هدون أرقام ممنوعة، والخمسة إجباري حجزته بالآحاد، معناته كم طريقة يمكن اختيار المئات؟ ما عندي غير طريقتين، يا بقعد الاثنين يا بقعد الثلاثة، هيك ضرب. اختيار العشرات ما عندي أي شرط، بس عندي فقدت واحد بالآحاد وفقدت واحد بالمئات، وهن الستة ضل عندي أربع أرقام. إذا هون عندي آحاد وهون عندي مئات وهون عندي عشرات. بصير عندي ناتج الضرب 8 طرق. هلا في فكره كثير حلوه هذا التمرين، في الطالب يظبط تمريني او يقوي التمرين شوي، فكره اصغر من 500 يعملها اكبر، يعملها اكبر، فبصير التمرين ممتع جدا، له تاثيرين وهو بيشبه التمرين رقم 15 في اسئله الوحده. تمام، فبصير التمرين كثير جميل ساعات. ضروري نشير لها هذا. ايه اذا بتحب. لا هلا خلينا ناخذ بما في عندنا المساله رقم 9 اللي طلبها منا ريان عنبالي، خلينا نشوفها. طيب اول شيء على اللابتوب موجوده المساله. نعم. نتامل ثلاثه نقاط A و B و C في الفراغ وعددا حقيقيا K. قبل بس في عندنا اتصال. نعم. الو راما. يعطيك العافيه استاذ. اهلين يا هلا. الله يسلم ايديكم استاذ. في التمرين الثاني صفحه 210. 210 تمرين 2 ومسألة الأولى صفحة 210. أي جزء عملها شوي شوي يا راما؟ أي جزء؟ الجزء الثاني. الجزء الثاني؟ والسؤال الثاني المسألة الأولى صفحة 213. 213 مسألة أولى كمان بالجزء الثاني. إيه كمان بالجزء الثاني. تكرم عيونك هلا بنشوف. هلا فيك. إذا لدينا ثلاثة نقاط في الفراغ هي A و B و C، ولدينا K من المجال ناقص 1 1، ترمز جي K إلى مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط الثلاثة. نلاحظ هنا C ناقص 1 و B K و A هي K مربع زائد 1، ونريد أن نعين أو نمثل هذه النقاط أولا.
فنقول أولا نعين النقاط العشوائية الثلاثة A و B و C. نروح لهنيك. أيوة. مو موجودة على السنة؟ لا. خد على النص مشان الرسم. ثاني. عين النقطة A ونقطة B ونقطة C. هنا نشير إلى فكرة أن النقاط من الفراغ بشكل عشوائي، يعني لا توجد حالة خاصة، ولكن يمكن أن تكون أي حالة من حالات النقاط الثلاث. نريد أن نعين جي كي المعينة ب وأيضا النقطة آي. أولا نقطة آي هي منتصف بي سي. أنشئ النقطة جي واحد. جي واحد مركز أبعاد متناسبة لسي ناقص واحد وبي هي واحد. خليني أكتب على اليمين شوي بس. إيه هدول مو عاملينهم. إذا البي واضحة، السي هي ناقص واحد والأي هي اثنان. نلاحظ هنا أن لدينا نقطتين لهما المجموع صفر، وعند تعيين مركز أبعاد متناسبة لثلاثة نقاط ونقطتين مجموع أثقالهما صفر لا يمكن البدء منهما، ولكن يمكن أن نبدأ من النقطتين B و A، نعين مركز بعدهما ومن ثم نأتي إلى النقطة الثالثة. ويمكن الاستفادة من خاصة مذكورة في العام الماضي تقول أنه عندما يكون لدينا ثقلين مجموعهما صفر فإن مركز الأبعاد المتناسبة يقع على مستقيم يوازي المستقيم المار من النقطتين المثقلتين بالمجموع صفر. ماذا يعني هذا الكلام؟ كما نلاحظ أنه يوجد مستقيم يمر من A يوازي BC. ونلاحظ هنا أن النقطتين B و C لهما مجموع صفر، وبالتالي المركز الأبعاد المتناسبة لها يقع على المستقيم المار من A والموازي لبي سي. طيب كيف نعين النقطة؟ بسهولة، نعين مركز الأبعاد المتناسبة لـ A و B، فنلاحظ أن A و B مثقلتان B 2 و 1 أي موجبان، فيقع المركز بينهما. نقسم بشكل سريع طبعا، يمكن أن نشكل علاقة شعاعية، أو بشكل مختصر نقول أن مركز الأبعاد المتناسبة لـ A و B هو النقطة I أو H مثلا، أقرب. هي النقطة الأقرب إلى، إذا بما أن أولا المجموع ثلاثة نقسم القطع إلى ثلاثة أجزاء، ومن ثم نعين نقطة تكون بعيدة عن A ثقل البي أو أقرب إلى الأثقال فتكون H. إنها مركز أبعاد A و B، نجمع النقطة مع النقطة C، ولا داعي لإيجاد المركز لأننا قلنا أن المركز يقع على مستقيم يوازي B C ويمر من A، لذلك مركز أبعاد هو جي واحد يقع على A وعلى المستقيم H C. بنفس الأسلوب تماما يمكن أن نوجد النقطة جي ناقص واحد التي تصبح B ناقص واحد و C واحد و A هي اثنان أيضا، فتكون لدينا هنا ثلاثة قطع أيضا، ونصل النقطة B بالنقطة التي هي مركز أبعاد A و C فينتج جي الناقص واحد. الآن عيننا أو الطلب الأول إلى الطلب الثاني. فقط لنا مجموع ثقلي الـ B و C هي تساوي صفر، فالمركز أبعاد متناسب يقع على المستقيم موازي لهما. فعلا. ويمر من إيه؟ مستقيم مار من النقطتين المثقلتين بالمجموع صفر. نعم. خاصية في الحادي عشر. نعم. الآن نأتي إلى الطلب الثاني. في الطلب الثاني كما نلاحظ هنا، نفتح صفحة بيضاء. تمام. نريد إثبات أن A K A G K يساوي ناقص K على واحد زائد K مربع ب B C. بسهولة هنا نعلم من مركز أبعاد متناسبة من التعريف أيضا أن ناقص أو ناقص
كي بي سي بمركز العام بتسميه جي كي سي زائد ثقل البي كما نلاحظ كي بي جي كي بي ايضا كي مربع زائد واحد بي جي كي اي ويساوي صفر. إذن هذا تعريف مركز الابعاد المتناسبه لثلاثه نقاط. نضع كل ثقل مركز الابعاد ومن ثم النقطه حسب التعريف مباشره. نعم. ونلاحظ هنا ان كي هنا يمكن ان نخرجها عن المشترك فتصبح سي جي كي زائد جي كي بي زائد كي مربع زائد واحد بجي كي اي ويساوي الصفر. يمكن جمع سي جي كي وجي كي بي فتصبح كما نرى سي بي زائد كي مربع زائد واحد جي كي اي ويساوي الصفر. هنا يمكن ان نحسب كما ذكر اي جي كي فننقل الى الطرف الثاني ونغير الاشاره فتصبح اي جي كي تساوي مباشره ناقص كي على واحد زائد كي بي بي سي. عكسنا جي كي اي وعكسنا سي بي ونقلنا الى الطرف الثاني كي سي بي ومن ثم قسمنا على امثال كي مربع زائد واحد. ويمكن للطالب انه يستفيد من علاقه التكافؤ بين الارتباط الخطي ومراكز الابعاد انه ياخذها مباشره. فعلا تمام. انه يمكن ان يقول انها علاقه ارتباط خطي بين اي جي كي وبي سي. تمام. ولكن اشرنا الى التعريف لننبه الى فكره هنا ان هو اثبات الخاصه التي تقول عنها استاذي. لكي ننتبه الى ان امثال بي وسي متعاكسين بالاشاره. اعطاني الخاصه اللي رسمت على ضوئها. تمام. طبعا هي الفكره اللي حكيناها بالطلاب الاول. هلا بننتقل للطلب الثاني بلكي مباشره. ادرس تغيرات، لدينا تابع نريد دراسه تغيرات هذا التابع. لاحظوا هناك في دمج بين مسالتين مباشره بين الاشعه والتوابع، فلذلك كنا عم نحكي عن مساله اليوم ممكن تيجي هيك شغله انه فيها سؤالين سوا. سؤال عن طريق الاشعه وسؤال ممكن ان ياتي السؤال ابسط من هذا او مثله او يعني زياده الفكرة طرقات. فكره انه ممكن دمج. اولا لدراسه التغيرات نضع صفحه بيضاء. بنحاول نستعجل مشان نخلص الطلب الثاني. اف اكس يساوي ناقص اكس على 1 زائد اكس مربع. هنا بدراسه التغيرات على المجال ناقص واحد واحد نوجد النهايات عند أطراف مجموعة التعريف f x إنه x على الناقص واحد يساوي واحد على اثنين ونهاية f x عندما x تسعى إلى الواحد يساوي ناقص واحد على اثنين. هنا نشير إلى فكرة أن الكتاب عند دراسة التغيرات يقول نوجد النهايات عند أطراف مجموعة التعريف إن كانت مغلقة أو مفتوحة، ولكن بعض الأساتذة يوجد الصور عند القيم مغلقة. ليس خطأ ولكن نلتزم بأسلوب الكتاب أن نوجد النهايات عند الأطراف المغلقة والأطراف المفتوحة. نأتي إلى الاشتقاق فهذا التابع هو كسري لاشتقاقه يكون واحد زائد اكس مربع للتربيع المقام. اما البسط مشتق البسط ناقص واحد بواحد زائد اكس مربع ناقص مشتق المقام اثنين اكس بناقص اكس. فنلاحظ انها ناقص واحد ناقص اكس مربع ناقص اثنين تصبح زائد اثنين اكس مربع على واحد زائد ما هو جواب النهائي؟ اكس مربع اكس مربع ناقص واحد اكس مربع ناقص واحد على واحد اكس مربع زائد واحد للتربيع ينهدم عند الواحد والناقص واحد اي الطرفين. ننظم الجدول. نعم اكس فين نكتب بمجال بمكان ثاني او طيب نفتح صفحه جديده. نعم آه،
ننظم الجدول اولا. اكس اف فتحه اكس اف اكس من الناقص واحد للواحد الى الزائد واحد من عدم المشتق عند القيمتين ناقص وهنا نصف وناقص نصف متناقص سالب. نلاحظ هنا أن القيم اف اكس تقع بين النصف والناقص نصف محدودة بين القيمتين ناقص نصف ونص، ونعلم من الطلب السابق أن النصف تقابل نقطة جي ناقص واحد وناقص نصف تقابل نقطة جي، وبالتالي أن مجموعة النقاط جي كي تقع بين النقطتين جي ناقص واحد وجي واحد، أي هي القطعة المستقيمة جي ناقص واحد جي الواحد. بس النبه تطبيق الدراسات التحويل دراسه التحويل هندسيا طبعًا. صح؟ نعم. النبه انه التابع اللي عم ندرسه هو عامل الارتباط تي. نعم. يعني كي على هون عم نتحكم دراسته. تمام. عشان هيك طلع قطعه مستقيمه. تمام يعني. لانه ضل التحرك تي بين الصفر. على اللابتوب هون انه التابع كما ذكر الاستاذ محمد، نلاحظ ان التابع اف اكس يمثل امثال الارتباط الخطي معامل الارتباط النتي. نعم. فينا ننتقل للطلب اللي بعده استاذ محمد. لا الطلب كان بس الثاني. الطلب الثاني الطلب الثاني قامت لي استنتج مجموعه النقاط جي كي عندما تتحول كي في المجال من ناقص واحد قلنا انه بين الواحد. نعم. هو حكى الاستاذ فيه في الطلب الثاني اللي بعديه. هذا الثالث. الثالث قصدك. ايه. عين المجموعة سيجما المكونة من النقاط M التي تحقق العلاقة التالية. نعم. هلا هون هذا التمرين كتير جميل وفي شبيه له رقم 22 بالوحدة الأولى. أعطيني أول شيء طويلة 2MA. نعم. زائد MB ناقص MC تساوي 2MA ناقص MB ناقص MC. هلا رح نستعجل شوي. هون في فكره كثير جميله. عين ماذا تمثل مجموعه النقاط؟ الفكره انه الطويله تؤخذ لشعاع، اعطيك هون مجموع اشعه، فهون يجب الاختزال. ففكره الاختزال بتذكرني بمبرهنه كثير جميله هي مبرهنه الاختزال. هلا هون لاحظ الام هي نقطه ما من الفراغ، معناته فيني افرض لتكن جي. هلا لاحظ عندي اثقال قد ايه؟ لاحظ التثقيل 2 1 ناقص 1، فهو ذكرني بتثقيلات الجي او جي 1، معناته في من هون بيطلع عندي مباشره انه 2 جي 1 اي زائد جي 1 بي ناقص جي 1 سي حسب مبرهنه الاختزال بيساوي 2 ام جي 1، حيث ام نقطه ما من الفراغ. هي هي مبرهنه الاختزال اللي عندي اياها. لا 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 هي تساوي صفر. هي تساوي صفر. هي تساوي الشعاع الصفري. نحن بنعرفها حسب مبرهنه الاختزال. هون عندي اياها 2 ام اي زائد ام بي ناقص ام سي تساوي 2 ام جي 1. تمام. فرح تتبدل عندي مجموعه شعاع بهذا الشعاع. بنفس الاليه نلاحظ ان 2 ام اي ناقص ام بي ناقص ام سي عندي اياها التثقيل اللي فينا ناخذها جي ناقص واحد. جي ناقص واحد بتطلع جي ناقص واحد. تمام. فمباشرة خلينا نكتبها مستوى بنعوضهم دغري. هي راح تطلع 2 ام جي واحد. نعم. تساوي 2 ام جي ناقص واحد. النظيم الاول يساوي النظيم الثاني مباشرة. معناته ام جي واحد تساوي ام جي ناقص واحد. نرفع الورقة شوي بس. أيوة. مجموعة نقاط الفراغ هذا بذكرنا بمين؟ التي تبعد عن نقطة جي واحد وجي ناقص واحد نقطتين ثابتتين. نعم. معناته راح تشكل لي عندي المستوي المحوري. تمام. إذا نقول له معناته مجموعة النقاط ام النقاط ام تشكل المستوي المحوري للقطعة المستقيمة اللي هي جي ناقص واحد. هنا لو سمحت جي واحد استاذ مدني انه يمكن ياتي سؤال عين جي واحد وجي ناقص واحد واوجد معادله مستوى المحور. معادله المستوى المحور هلا ممكن كانت كسؤال مباشر لو اعطينا جي كي بشكل عام عينهم مثل ما عيناهم هلا ثم اوجد معادله المستوى المحور. شغلتها بسيطه. لذلك هي مساله الناظم دغري بدي ياخذه الطالب جي واحد جي ناقص واحد جي واحد هو ناظم
وراح يكون المنتصف هي النقطة اللي بمر منها مباشرة بطالع المعادلة يعني. تمام، كمان هاي المسألة بهي الطريقة. أو بيرجع للأسلوب العادي بطالع الناس. هلق إيه هي بالمنتصف لأنه المسافة من هون لهون هي. فلقت نقطة تنتمي للمستوي مساوي. والناظم الشعاع جي واحد جي ناقص واحد هو الشعاع الناظم عليه. مباشرة لأنه مستوي محوري فبيكون طالع ببساطة. ماشي. المجموعة الثانية بعد إذنكم لأنه انتهى وقت الندوة. أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب نشكر لكم متابعتكم ونشكر لضيوف الندوة. الأستاذ عصام علي شكرا لك. الأستاذ محمد بكور شكرا لك. شكرا لكادر التربوي ويعطيكم ألف عافية.